أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الاستمرار بالرغم من كل التحديات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يعتبر مشروع القرن 21. جاء ذلك خلال زيارة مدبولي لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمتابعة مشروع حياة كريمة على مدار الساعة. كعادتي دايما في كل زيارة تفقدية بحرص على ان احنا يعني يبقى في جزء من الزيارة مهم جدا لمشروع حياة كريمة، وعشان كده كانت بداية الزيارة لقرية ابو صير اللي تابعة لمركز برج العرب لتفقد المشروع العظيم مشروع حياة كريمة اللي سيادة الرئيس بيوجه الحكومة بمتابعته على مدار الساعة، واللي زي ما حضراتكم شفتوا يمكن، والحقيقة رجال الهيئة الهندسية هم اللي قائمين على هذا المشروع مع المنطقة الشمالية، يعني كل المشروعات الخدمية اللي بتتعمل، مياه، شرب، صرف صحي، كهرباء، مجمع خدمات، مجمع طبي، شفنا التطوير الكبير اللي بيحصل فيه. ده النموذج اللي هو زي ما حضراتكم بتتابعوا معايا ببقى حريص دايما في كل زيارة ان احنا نؤكد على حرص الحكومة بالرغم من كل التحديات على الاستمرار في هذا المشروع اللي احنا بنعتبره فعلا مشروع القرن 21.